وجهوا أنظار المسلمين في شتى بقاع العالم إلى رحاب بيت الله الحرام، حيث تجرى مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة في فجر يوم التاسع من ذي الحجة من كل عام. المزيد حول الكسوة في التقرير التالي. ككل عام يأتي موعد هذا الصرح العظيم ليغير كسوته القديمة ويرتدي الجديدة. ففي التاسع من ذي الحجة تضيء كعبة الله المشرفة بلون أسود مضيء بجلالة، بثوب حريري منقوش عليه آيات القرآن الكريم والأذكار. أشهر طويلة يستغرقها عمل الكسوة الواحدة بأيدي نحو 250 عاملا تقريبا. ومن الحرير الطبيعي تكون الكسوة التي تستهلك نحو 670 كيلوغرام منه، ويبلغ مسطحه 658 مترا مربعا، ويتكون من 47 طاقة قماش. أما الخيوط فالفضية مستوردة من إيطاليا، والأخرى المذهبة مستوردة من ألمانيا بتكلفة 6 ملايين دولار. أول ما جيت قبل 32 سنة طبعا كانوا ناس هنا كبار في السن، أتعلمت على يدهم طبعا وأنا شباب، فأخذت الصنعة منهم، فصرت الحين أورثها لأجيال. هذا الصرح المهيب الذي تراه أمامك قبل أن يصبح بكسوة زاهية مر بمراحل عدة. البداية مع خيوط الحرير التي تنظف وتصبغ باللونين الأخضر والأسود، إضافة إلى مرحلة مطابقة تلك الخيوط بالمواصفات، ومرحلة النسيج الآلي واليدوي، واختيار تصميم الآيات والزخارف على القطع السوداء، وحشيها بالقطن والسلك، الذهب والفضة. أول ما قلت للرئيس بطلع ألبس الكعبة أعطاني الموافقة. يا الله هنا صدق افتخرت إني أنا حلبس الكعبة، قلت للوالدة وقلت لأصحابي أنا طالع ألبس، ما حد مصدقني. ولا ننسى باب الكعبة الذي يتزين بستارة من الحرير الطبيعي مزخرفة بالآيات القرآنية. كسوة الكعبة ليست وليدة العصور الحديثة، بل هي طقوس حرص عليها الملوك منذ عصور. ففي الدولة الأموية والعباسية كانت تصنع في الشام، وفي العهد الفاطمي كانت تصنع في مصر وترسل في احتفال إلى مكة المكرمة. وها قد اكتملت حلة أول بيت وضع للناس، بيت تخطط عظمته الحواجز ليشعرك بالطمأنينة والقرب منه حتى وإن لم تكن أمامه مباشرةً.